فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يذهب من بلاد المسلمين ليعيش في بلاد الكفار؟ وسبب ذهابه إلى بلاد الكفار أن العيش في بلاد المسلمين صعب. لا، ما يجوز له يذهب إلى بلاد الكفار ليقيم فيها إلا إذا كان في ذهابه منفعة للمسلمين، كان يدعو إلى الله، أو أنه يريد علاج، أو يريد شيء في بلاد الكفار، أو تجارة يريد تعاقد مع الشركات، بقدر الحاجة ما في بأس. أما يروح يسكن بلاد الكفار لا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.